المحاكمة اليوم يعني استرسال في الجلسات اللي كانوا نعقدوا سابقا. كان السابق كنا خدينا أجال لإعداد الدفاع وهو حق للجميع. ثم الجلسة السابقة كان طلب تأخير بناء على طلب الدفاع من أجل ضم بعض الوثائق التي تم عدم ضمها للملف. استجبت المحكمة. اليوم المحكمة أعلنت عن قرارها بأن الوثائق تم ضمها بالفعل إلى الملف، وبالطبيعة الحال تمسنا أجلا من أجل الاطلاع على الوثائق من أجل مناقشتها في الجلسات القادمة. تأخير السبب الثاني كان هو بسبب استدعاء أحد المطالبين من الحق المدني للحد الساعة ما جاء ما حضر ما والو، ما عرفناش علاش السبب، لأن الإنسان ما كيكون متضرر ما يخفاش على الجميع، كيجي يقلب على المصلحة دياله. فهاد السيد هذا لحد الساعة لا ندري لماذا لم يحضر. ولكن من ناحية الإجرائيات، من ناحية الإجرائية فملزم يعني كاين إلزام بأن يتبلغ بطرق القانونية، فبالتالي المحكمة قررت بأن تبلغوا عن طريق استدعاء للجلسة القادمة إن شاء الله. لا، المطالب بحق المدني واحد هو اللي تم استدعاءه، أما كاين، أما المصرحين فاستمع لهم السيد قاضي التحقيق، فالسيد قاضي التحقيق هو جهة قضائية، فيكفي لا داعي أنهم إلا إذا ارتأت المحكمة ذلك، إلا بلغ المحكمة أنها ضرورة، راه ضمت هذاك الطالب ديال إحضارهم أو استدعائهم ضمته للجوهر إلى حين مناقشة القضية. إذا كانت من الضرورة أنه يحضر راه تستدعي المحكمة، إذا كان غير ضروري يحضر فالتصريحات ديالو هي تصريحات قضائية، لأنه قال قدام قاضي التحقيق وبالتالي اكتسبت ديك الصبغة ديال أنها تصريحات قضائية. الملف غير جاهز لحد الساعة، ما دام الملف على حين اطلاع الوثائق ومناقشتها مع المحكمة وإبداء الطلبات اللي باقي غنشوفها والدفوع الشكلية إلى غير ذلك. وهو شوية صعيب، هو الحرية هي يعني حق للجميع وكل شيء كما لا الحرية لا مقدس، كاع الناس كيبغيو الحرية، أصعب شيء هي حرية الإنسان، وبالتالي هم كمتهمين الآن حنا متشبتين يعني القانون، قانون ديال المسطرة الجنائية اللي كيجعل أن البراءة هي الأصل، هذه من ناحية. كذلك الدستور المغربي ولا يخفى على الجميع بأنه كيضمن المحاكمة العادلة وتيضمن الإنسان الحرية دياله، وبالتالي هذه المعطيات دستوريا وقانونيا وإجرائيا هي اللي كتخلينا أننا نطالبوا دائما بالصراحة ونتمسوا من المحكمة أن تمتعوا بالصراحة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.